هلا في ناس يستغربوا يجوز انا لما احكي عن هيك اشياء تفاصيل انه بدخل المجتمع الان اللحظوي مع اللوحه، يعني في ناس بعرف انه الرسامين بيشرح بهذه الطريقه، يعني يعتبروا انه هذا صار نوع من الكاريكاتور او شرح بالكوميديا، بس انا بشوف هذا الذوق يجب ان يتكلم. فانا لما اتكلم باللغه انا اتكلم فيه كما راه الان، يعني بمعنى هو ابنه اللحظه وابنه العفويه اللي اتكلم بها الان. فقدرون انه في ناس يعني عندها، طبعا في كثير ناس عندها الاذن تبعها قويه لانه متربي على الصغر على اصوات يعني بها الرائجه، يعني له علاقه بالغناء وكذا. يبقى الفن البصري له علاقه شيء مختلف، في ناس بيشوف شو هاد مو هاد، شو يعني شيء غريب، او بمصر بيقولوا يا لهوي، انا جماعت هدول يا لهوي، ولا تقصت اني ارسم جماعتي يا لهوي، انا بنيت دولة وامبراطورية سبهان ادم بعنوان مفصلي اسمه يا لهوي.